نجي لموضوع المقاطعات. شو هي المقاطعات بالأدوات؟ شلون تتعامل مع المقاطعات؟ كيف تتعامل مع المقاطعات؟ إنك ماكنزي تكلم عن الموضوع بيقول التعامل معها رقم واحد، التعامل معها. اثنين، الرجوع إلى الغير، يعني تفويض بمعنى آخر، تفويض. ثلاثة، التأجيل، أجل الموضوع. ممكن في كثير من الأحيان أنه إذا أجلت الموضوع تتضح عندك الصورة وتغير بعض التصورات عن الموضوع وتعالجه بصورة أفضل. وأربعة، التعجيل، أشياء أحيانا صغيرة لما تعملها بوقتها تخلص منها، لما تأخرها تتراكم عليك بتصير كبيرة. فبالتالي أربع استراتيجيات للتعامل مع التقاطعات، مثل ما بيقول إليك ماكنزي، التعامل معها deal with it، اثنين الرجوع إلى الغير، ثلاثة التأجيل، أربعة التعجيل. التعامل مع القروض، أيان فيلمينغ بيقول التعامل مع القروض. شلون تتعامل مع القروض بالمقاطعات؟ القروض هي مشكلة شخص ثاني بيرميها على ظهرك. وبالتالي في عندنا خمس نقاط رئيسية لازم تكون حاطة بالك. واحد، تعامل معها بشكل فوري، تعامل مع القرض بشكل فوري. اثنين، لا تسمح لها بأن تكون كثيرة لأنها راح تثقل كاهلك. ثلاث، تعامل معها وجه لوجه فقط أو على الهاتف. دائما جنب البريد الإلكتروني أو الرسائل قدر الإمكان، خليها وجه لوجه أو على الهاتف. أربع، أخبر الآخرين أنك مشغول للغاية واطلب منهم معاود اتصال في وقت لاحق. ملاحظهم بالملاحظة الرابعة، لما تطلب منهم الاتصال في وقت لاحق غالبا في كثير من الأحيان أنه ما عاد بتصلوا، خلاص بيحلوا المشكلة هم لحالهم. فبالتالي أنت وفرت على نفسك شيء كثير. خمسة، اقترح عليهم اللجوء لشخص غيرك، ربما يمكنه التعامل مع مشكلاتهم بشكل أفضل. إذن هاي هي التعامل مع القروض، مثل ما بيقول أيام فيلمينك، تعامل معها بشكل فوري، لا تسمح لها بأن تكون كثيرة، تعامل معها وجه لوجه فقط أو على الهاتف، أخبر الآخرين أنك مشغول للغاية واطلب منهم معاودة الاتصال في وقت لاحق، اقترح عليهم اللجوء لشخص غيرك، ربما يمكنه التعامل مع مشكلاتهم بشكل أفضل. ماكنزي بيقول كيف تتعامل مع الزوار المفاجئين. تكون قاعد بشغل، تشتغل منهمك من الشغل، منغمس بالعمل، بيجيك زائر مفاجئ بدون موعد، بدون استئذان، بدون أي شيء. شلون تتعامل معهم؟ في عندنا أربع استراتيجيات رئيسية. التعامل مع سؤالهم إن كان معلومة حقيقية للتشاور أو أمر طارئ جاد. اثنين، تحديد موعد آخر للاحتفاء بهم، وغالب الناس راح تقبل منك هذا الموضوع. ثلاث، اقتراح التحادث مع شخص آخر مناسب. فبالتالي نرجع لموضوع التفويض، راح نتكلم عن التفويض بعد شوي. أربعة، تشجيعهم على الخروج بحلول من عندهم. دائما أنت لا تكون حلال مشاكل، خلي غيرك هو يحل مشكلته، لأنها بالأخير بالأول وبالأخير هي مشكلته هو ومشكلتك أنت.